هذا هو؟ إيه هذا هو يا جماعة، هذا شكله مجرم. نفس الصورة، كفو مرزوق. أبويا الوضع ما يطمنينا، أنا خايف الصراحة، أستأذن. أجل تبي مليونين بارده مبرده يا تنكة، عشانك رسمت لك صورة يا بيكاسو. حبيبي أنا حق أخذه كامل مكمل، مو عشان لقيته رأى الصورة تسوي حركات تسحب عليها. تبي الدراهم اللطع بذا. واضحة وصريحة، دام اشرى الساطور معناته بيضرب ضربة الليلة. بسأل سؤال، احنا ايش قاعدين نسوي هنا؟ نروح نراقبه ونمسكه ونتلبس؟ لا، هو دايم يسوي جرياته بعد الساعة 12. الساعة 11 وصل الحين، ما بقى شيء، وش نزين؟ اجل مشينا يا عيال، بس وشو؟ نلتزم بالخطة. معنا يا نمس بوند، وانت عزوز معنا. لا انت روحوا معكم الرحمن، انا همك انتهى. هذا نظامك، خلك. يلا عيال مشينا. الو ايوا زكي كنبة اسمع، ابغاك تجيني ضروري. ها برسل لك لوكيشن، تعالي انت والعيال ضروري. أمانة تعالوا يلا سلموا لي. وش السالفة؟ إيه وش ذا الحظ؟ شكل الحارة كلهم قفطوه. تأخرنا حنا، قلت لكم نطلع بدري، ما سمعتوا كلامي. مشينا يا عيال. وش السالفه يا حبيب؟ السفاح. ايه ادري مسكوه. لا قتلوا المسكين يساعدوه. هم عاد من جدك؟ ايش اجل بمزح معك، خويك انا. يا أخوان أصبروا، هذول هم اللي كانوا راقبون سعدون، وأكيد هم اللي قتلوه. إيش بتسوي بالفلوس يا حسو يا حبيبي؟ الله يزكي كنبة، 5 مليون كتير. المليون الأولى أشتري بسارة لنفسي فيها، والمليون الثانية سوسو حبيبة قلبي وفؤادي، جارتنا في حارة يمن، أروح أتزوجها على سنة الله ورسوله. ولا شيء شيء، خلي رايح جاي. إنما باقي الفلوس أحطها في الأسهم، في العقار، حاجة زي كده. دائما متوقع كنت إنه الرسم هذا راح يفيدني. بس لا تنسى أصحابك يهو، دايم وجهك وجه خير علي وعلى أهلي يا حبيبي. أكيد ما تشوف مني إلا كل خير، أستنى بس أنت. سلم نفسك المجمع أثر. أعترف أنا اسمي عبد العزيز، بس أنا ما لي علاقة، ما لي علاقة بعامل والعصابة حدته، هم اللي يقعد يحلموا ويروح ولا حلم ولا. أنا ما لي صلاح، أنا اللهم إني رسام بس أرسم، وحتى رسمي يعني مو قد كده، ما 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 أجود الرسم. أنا أمشي قدامي حرر.
اقسم بالله والله اني ما اعرف ارسم، بس امي دائما تمدح رسمي وتقول لي رسمك حلو كله من عامر ابو الاحلام. بس خلاص 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 ادخلت وياه. ايوه هذا هو، هذا هو ابو الاحلام. ما شاء الله عليك انت وياه، ماخذين دور الشرطه ها؟ والله ما قتلنا طال عمرك. عارفين انكم ما قتلتوه. طيب ليش ماسكيننا؟ تراقبون الناس وماخذين دور الشرطه بعد وتسال. بس انتوا قلتوا اللي يقبض عليه ياخذ 5 ملايين. قلنا اللي يدلي بمعلومات عنه مو اللي يقبض عليه. اسفين طال عمرك، احنا تحمسنا شوي وهجت بنا، اعتبرنا مثل عيالك غلطنا. لكن انا لك علي باللغه العربيه، وش معنى يدلي؟ يدلي يعني يعطي، يعني يزود معلومات. ما هو تقبضون عليه؟ اسمع انت وياه لاخر مره اقولكم لا عاد اشوفكم في المكان ذا، فاهمين؟ ابشر طال عمرك، لو تبي نشد من الرياض كلنا نروح للقصير. انت اومر بس والحين نضف اغراضنا. قال احلام قال يا شيخ، سري لك باحلامك اللي ما تنفع.